السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل اوبا بشكل دوت. خلينا نقول له ملف جديد واقول له ان انا عايز ارسم اركتكتشر. اوكي، وخلينا نبدأ نرسم البيت يونت. نظبط اليونت بتاعتنا، نخليها مثلا مليمتر. اوكي، واقول له ارسم لي الوول بتاعتي اهوت بالشكل دوت. وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم السقف، فهاجي هنا واقول له فلور واعمل سيلكت عليهم كلهم واخلي السقف من بره واتاكد ان هو في الليفل 2. اوكي، طيب السقف ده ممكن نقول له اديت باوندري واقول له ارسم لاين كده عشان اعرف النص بالظبط فين. وبعد كده هرسم سيركل هنا اس ام سناب ميدل عشان يجيب لي النص بالظبط. خليها مثلا 4 متر. تمام، لازم نلغي الخط دوت. دلوقتي دي هتبقى عبارة عن اوبننج في قلب السقف بالشكل دوت. تمام، احنا كنا راسمين ده لحد فين؟ ان كونكت. فخلي ده كله ديت كلها هتبقى لحد ليفل 2. تمام، او ممكن تقول له اتاش وتروح معلم على دوت فيبقى اتاش مع دوت. طيب خلينا نرجع بقى لليفل 2 وهقول له هرسم موديل لاين خط مجرد بس هيساعدني شوية. تمام، واقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس بلان وادي له اسم. وليكن مثلا ايه. طيب دلوقتي احنا جاهزين بقى ان احنا نروح للماسنج ات سايت واقول له امبليس ماس واقول له احنا عايزين نرسم ست الرسم بتاعنا على ريفرنس بلان اي. اوكي تمام، هاجي اقول له اتاكد بس. اوكي، هقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس لاين اهوت. وممكن تقول له واير فريم عشان تبقى شايف حاجه بالظبط. وبعد كده هقول له عايز ارسم موديل على ريفرنس بلان اي عباره عن ارك من هنا مثلا لهنا بالشكل دوت. طيب خلينا نخش في 3D. ده اترسم هنا غلط، فممكن اقول له ارسمه في ريفرنس بلان ايه. طيب هاجي اعمل سيلكت على الاثنين دول واقول له كرييت فورم، فيبدا يعمل لي الاوبا بتاعتي بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل سيلكت عليهم لو حابب وتقول له ديفايس سيرفيس يعمل لك بالشكل دوت وتبدا تحط الباترن بتاعتك، او ممكن نعمل سيلكت كده ونروح قايلين له اركتكشر واقول له كيرتن سيستم. في اكتر من طريقه يعني نعمل حاجه اهو، اعملهم بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت في اي لحظه. تمام، ده الماس، ممكن تعمل له هايد. لو عدلت في الماس شكله هتغير. ممكن بعد كده تعمل سيلكت بقى ليه الكيرتن سيستم وتدخل تعدل فيه لو انت حابب، يعني كيرتن بانل مثلا تعملها بالشكل دوت. تمام، المسافات اللي بينهم تقدر تزودها تنقصها، يعني بدل 3000 خليها مثلا 1500 مثلا وهكذا. خلينا نشوفها شديد تعمل حاجة بالشكل دوت. أو ممكن تستخدم architecture وتقول له أنا عايز wall by face وتختار wall من الكيرتن wall دول.